السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. التغطية اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسرت، والتغطية عن كيا K5 2021، طبعا فئة النصف البانوراما. نبي نتعرف عن أهم المواصفات وأهم المزايا. وقبل ما نبدأ يسعد إخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي المتخصصة بالسيارات. طبعا يمكنكم أيضا إضافتي على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي. يلا بسم الله نبدأ بتصوير السيارة. وزي ما تشوفون هذه الكيا K5 2021، سيارة السيدان الجديدة كليا من كيا. السيارة هذه تنافس طبعا هيونداي سوناتا، تنافس تويوتا كامري، تنافس شفرلي ماليبو، وأيضا هوندا أكورد، مازدا 6، نيسان ألتيما، والسيارات اللي بالحجم المتوسط ذات الدفع الأمامي. سعر السيارة الأمامي طبعا على الشاشة، السعر دائما خليه على الشاشة أفضل. وارد شركة الجبر وكيل كيا بالمملكة العربية السعودية. طبعا كيا K5 اسم جديد فقط، ولا هي سيارة معروفة، هي كيا أوبتيما. طبعا أقل منها فئتين، وأعتقد أعلى منها فئتين، هذه جاية الوسط. المحرك 2.5 2500 سي سي، حقل مباشر بتقنية GDI مع جير أوتوماتيك من 8 سرعات توبترونيك، ونظام دفع أمامي. المواصفات الخارجية طبعا نتكلم أول شيء عن سقف بانورامي، وننتقل إلى المقدمة. زي ما تلاحظون عندنا إنارات LED نهارية، نور واطي وعالي LED. الإشارات من تحت جاية هيلوجين. جنوط السيارة طبعا بمقاس 18 إنش، طبعا مقاس الكفر 235-45، نوع الكفرات بريلي. إشارات بالمراية. وهذه السيارة من الخلف، إنارات LED خلفية مع عدد 4 حساسات خلفية. طبعا شنطة السيارة، شوف السوناتا حزينة تقول بس لو ما حطوا لي الام بي اي خلوني جي دي اي. عموما ننتقل لصرفية الوقود. كل لتر بنزين يمشينا 16.3 كيلو بتقييم ممتاز، نوع البنزين 91. طبعا صرفيته افضل من السوناتا مع انه نفس المحرك 2500 سي سي، لكن التقنية هنا زي ما ذكرنا ام بي اي، هنا حقل مباشر جي دي اي. شوف الفرق صراحة، كيلو 400 متر، 14.9 كيلو. طبعا ايضا لا ننسى ان هنا الجير 8 سرعات وهنا 6 سرعات، فنتمنى من هيونداي يعني التكرم صراحة في الموديل الجديد يحطوا مكينة الأوبتيما أو الكيا K5 مكان السوناتا، لأنهم من زمان كانوا مكينهم واحدة بسوقنا، ما في اختلاف. بس حاليا اختلفت التقنية، فإن شاء الله معنا حدود 194 حصان، وهناك حدود 180 حصان، 14 حصان زيادة برضو، فما شاء الله هنا تكسب المحرك، هنا يكسب. طيب هذه السيارة من الداخل، طبعا مقاعد قماش. الكرسي يدوي بس يطلع وينزل، ما في تكاية ورا، فتحات تكييف خلفية، منفذ يو اس بي عدد 2. طبعا المشكلة انه ما في تكاية، يعني ما في حاملة اكواب. مقعد قماش لا ننسى. طيب بسم الله بس نضبط الكرسي. طبعا مفاتيح عادية ريموت، ما هي ذكية، تقارن مع السوناتا النصف فل. إن شاء الله بسوي مقارنة مع السوناتا النصف فل بإذن الله. طيب خلونا نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية، بس نستح المرتبة شوي. طيب هذه السيارة الداخل، طبعا بلاستيك كأنه جلد مطرز، تطعيمه كروم، كل هذا بلاستيك. هنا في طراوة جلد خفيف طري، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية.
التحكم في مستوى الإنارة الخارجية تراكشن. هذا هو دركسون السيارة، طبعا بلاستيك، بلوتوث، أوامر صوتية، مثبت سرعة، عداد رحلات، لغة عربية طبعا، مستوى صرفية وقود إلى آخره، الار بي ام. خلنا نحل الإضاءة الداخلية وين؟ هذه من هنا. أنا قلت هذا تبي تحكم في مستوى النار الخارجية ولا الداخلية؟ هذا تحكم في مستوى النار الداخلية. طيب الحرارة، تانك البنزين والسرعة، وهنا الار بي ام. طبعا الأمر في وضعية أوتو أيضا. شاشة معلومات، أبل كار بلاي، كاميرا خلفية، مكيف يدوي طبعا، جير اوتوماتيك من 8 سرعات توبترونيك، منفذين USB، واحد شحن جوال، واحد نظام صوتي، وهنا منفذ طاقة، حامل الكهرباء 2، جرانت كهربائي بخاصية الاوتو هولد. طبعا هذا شغل كاميرا خلفية، وعندنا زر درايف مود، كم وضعية القيادة، طبعا كومفورت، سبورت، كوستوم، سمارت، ايكو، 5 وضعيات. التكاية بالوسط مع مساحة تخزين، سنتر لوك في باب الراكب. شوفوا شكل الطبلون صراحة جميل. طبعا عندنا مراية داخلية تعتيم، انوار السقف LED، الامامية وايضا الخلفية، وايضا هنا في لمبة LED تلاحظونها، شماسات فيها مراية طبعا مع انارة، وبالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة في فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. هذا هو السقف البانورامي. صراحة المساحة حقت الخلف جاية صغيرة، بس الفتحة يعني أنا والله ما هي هذه، هي هذه أقصاها. شوفوا هذه أقصاها، شوفوا المساحة الضايعة، صراحة مساحة كبيرة جدا ضايعة. هذه ابرز مواصفات كيا K5 2021 فئه نصف فل. طبعا الفئه اللي تحتها على طول هذه اللي هي فئه الستاندر 2500، في فئه اقل منها اللي هي ستاندر 2000، في اختلاف في المواصفات. يعني صراحه ال 2500 عفوا الاي فئه 2500 حتى ترى على فكره صدام يختلف، في ناس ما تنتبه لهذا الموضوع، ترى الصدام هنا شوفوا شكله مختلف عن هنا، شوف التطعيمات، شوف الحركات اللي باللون الأسود، فاختلاف بين فئة الستاندر عن النصف فل. طبعا النصف فل جاي صدامة زي صدام الفل كامل، لكن أعتقد حتى ذيك تجي فيها كشافات ضباب، فعشان الناس تكون عارفة إيش الفروقات بين الفئات، أيضا بين الوكلة. طولت عليكم أخوان الكرام بالتغطية، إن شاء الله كم يوم بيجيني مواصفات أيضا واردة خليج ونغطيها لكم ونعرفكم على المواصفات اللي هناك. طبعا بيجيني فئة ستاندر. طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.